بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله في الباب السابع: ومن كتاب الفرائض، والذي عنون له بقوله: باب في ميراث العصبة. قال: حدثنا أحمد بن صالح ومخلد بن خالد، وهذا حديث مخلد وهو أشبع. قال: أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقسموا المال بين أهل الفرائض. أقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما تركت الفرائض فلأولى ذكر. قال: باب في ميراث ذوي الأرحام. قال: حدثنا حفص بن عمر قال: أخبرنا شعبة عن بديل عن علي بن أبي طلحة عن راشد بن سعد عن أبي عامر الهوزني عبد الله بن لحي عن المقدام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك كلاً فإلي، وربما قال: إلى الله وإلى رسوله، ومن ترك مالاً فلورثته، وأنا وارث من لا وارث له، أعقل له وأرثه، والخال وارث من لا وارث له، يعقل عنه ويرثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وخير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. الحديث الأول أيها الإخوة، يبين فيه النبي عليه الصلاة والسلام النوع الثاني من أنواع الميراث. النوع الأول هو الإرث بالفرض، ومعنى هذا أن يأخذ الإنسان من التركة نصيباً مقدراً حدده الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. والأنصباء المقدرة معروفة، وهي النصف والربع والثمن والسدس والثلثان والثلث والسدس، فهي ستة فروض، وهذه كلها وردت في كتاب الله لفئات محددة من الوارثين، ويسمى الأخذ بها توريث بالفرض. بالفرض يعني من سمي له شيء من هذه فإنه يأخذ هذا بالفرض، بمعنى يأخذه حسب ما قدره الله سبحانه وتعالى له. بقي النوع الثاني الذي أشار إليه الحديث، وهو الإرث بالتعصيب. ومعنى الإرث بالتعصيب هو الإرث الذي ليس له نصيب مقدر محدد، ولكنه يأخذ التركة، صاحبه يأخذ التركة كلها إن لم يكن معه أحد، ويأخذ ما أبقت الفرائض. يعني إذا وجد للميت ورث يأخذون بالفروض التي أشرنا إليها، وبقي بعدهم شيء، فإن هذا العصبة يأخذه. أما إذا لم تبقي الفروض شيئا فإنه يسقط حينئذ، لا يأخذ شيئا، والعصبة هو القريب.
العصبة هو القريب، والمقصود به القريب من جهة الأب. القرابة من جهة الأب هي العصوبة، لأن هذه هي التي ينتمي إليها الإنسان، وهذه هي التي ينتسب إليها، وهؤلاء هم الذين يعقلون عنه. معنى العقل أي أنهم يدفعون دية الخطأ عنه، يشتركون في دفع دية الخطأ. العصبات، والعصبات أيضا درجات، والذي يرث إذا اجتمعوا هو الأقرب في الأقرب. ونحن نعلم أن جهة البنوة مقدمة، ثم يأتي بعدها جهة الأخوة، ثم بعد ذلك جهة العمومة، وهكذا. هؤلاء كلهم عصبات، عصبات بمعنى أقارب للميت من جهة أبيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر في هذا الحديث، قال: اقسموا المال بين أصحاب الفروض، فإذا بقي شيء فإنه يعطى لأولى ذكر، وفي بعض الروايات فلأولى رجل ذكر. وهذا يعني أن الإناث لا يكن عصبات، العصوبة هي في الرجال، في الرجال، إلا في حال واحدة مرت معنا في الدرس الماضي، وهي وجود الأخوات مع البنات. إذا وجد للميت أخوات وبنات، ولم يوجد له إخوة، ولم يوجد له أبناء، ولم يوجد له أب، فإن الأخوات يرثن مع البنات بالتعصيب، كما يقول الناظم: والأخوات إن يكن بنات فهن معهن معصبات. هذه هي الحال الوحيدة التي تتعصب فيها الأنثى، إذا كانت هنالك بنت، إذا كان هنالك بنات فإن الأخوات يصبحن عصبات، لكن الأصل في العصبة هو الذكر. قول النبي عليه الصلاة والسلام: فلأولى ذكر، هذا يدل على أن العصبة هو الذكر، ولكن يستفاد منه أيضا أن هذا الذكر حتى ولو كان صغيرا، حتى ولو كان صغيرا، لو كان صغيرا طفلا، أو كان معتوها، أو كان مجنونا، هذا يرث، لأنه ذكر، هو العاصب، هو الذي يرث في هذه الحال. فلا يشترط في ميراث العصبة أن يكون بالغاً عاقلاً، بل يكفي أن يكون ذكراً، فإذا كان هو الذكر الأقرب فإنه يرث بالتعصيب. ونؤكد مرة أخرى أن الأرث بالتعصيب ليس فيه فرض مقدر، يأخذ التركة كلها إن لم يوجد إلا هو، ويأخذ ما بقي بعد الفروض إن بقي بعد الفروض شيء، ويسقط إن لم تترك الفروض شيئا بعد ذلك. هذا النوع الثاني. فيه نوع ثالث ذكر في الحديث الثاني، لم يرد في كتاب الله تبارك وتعالى توريثه، وهو ما يسمى بميراث ذوي الأرحام. ميراث ذوي الأرحام، من هم ذوي الأرحام؟ ذوي الرحم هم القرابة، لكن النوع الذي أشرنا إليه العصبات هم القرابة من جهة الأب، وأما القرابة من جهة الأم فإنهم يسمون بذوي الأرحام. هؤلاء لهم قرابة لكنهم ليسوا عصبات. ومن حديث النبي عليه الصلاة والسلام هذا يستفاد أن الخال وارث من لا وارث له، يعني لو توفي إنسان ولم يوجد له
من يرثه من أصحاب الفروض؟ لم يوجد له ابن ولا أب ولا إخوة، ولم يوجد ولا أبناء ولا بنات، وكذلك لم يوجد له عصبات يرثونه. تعطى تركته لمن؟ لذوي الأرحام، وذوي الأرحام درجات أيضا، أقربهم من؟ الخال. وقرابة الخال من جهة من؟ من جهة الأم، من جهة الأم. فهذا الحديث يدل أن الخال يرث في حال عدم وجود صاحب الفرض وعدم وجود العصبة، الخال وارث من لا وارث له. وهذا الحديث حسنه عدد من العلماء وعملوا به، أن الخال يقوم مقام العصبة في مثل هذه الحال، فيرث من قريبه، يرث من قريبه إذا لم يوجد له وارث ذو فرض ولم يوجد معه عصبة. اقرأ الحديث مرة أخرى. حدثنا حفص بن عمر قال أخبرنا شعبة عن بديل عن علي بن أبي طلحة عن راشد بن سعد عن أبي عامر الهوزني عبد الله بن لحي عن المقدام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك كلا فإلي، وربما قال إلى الله وإلى رسوله، ومن ترك مالا فلورثته، وأنا وارث من لا وارث له، أعقل له وأرثه، والخال وارث من لا وارث له، يعقل عنه ويرثه. نعم، هذه مرتبة رابعة تأتي بعد انعدام أصحاب الفروض وأصحاب العصبات وذوي الرحم. إذا مات إنسان ليس له من يرثه من أصحاب الفروض ولا من أصحاب العصبات ولا من ذوي الأرحام، كيف نصنع به؟ له ميراث أو عليه دين أو ترك مسؤوليات تتبعه تترتب عليه، من يقوم بهذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام بيّن في هذا أنه هو الذي يتحمل ذلك، ولكن هذا يعني أن هذه هي مسؤولية إمام المسلمين المتمثلة في بيت مال المسلمين. من ترك كلا، هذا الذي لا يستطيع أن يعمل ولا يستطيع أن ينفق وعليه مسؤوليات، هذا القيام بحقه وبشأنه مسؤولية إمام المسلمين. من ترك مالا فلوارثه، انتهينا. لكن إذا ترك ضيعة، إذا ترك عيالا، إذا ترك مسؤوليات، إذا ترك، من يقوم بها؟ يؤديها عنه ولي أمر المسلمين، يؤديها عنه ولي أمر المسلمين. فهذا هو ما يدلنا على شمول كل الأحوال، إذا كان من أصحاب الفروض أو من أصحاب العصبات أو من ذوي الرحم أو أنه لم يكن له أحد. إذا ترك مالا فلورثته، لكن إذا لم يكن له ورثة فلبيت مال المسلمين، وإذا عليه ديون أو تبعات فإنها تؤدى من بيت مال المسلمين. نعم. قال حدثنا سليمان بن حرب في آخرين قالوا أخبرنا حماد عن بديل يعني بن ميسرة عن علي بن أبي طلحة عن راشد بن سعد عن أبي عامر الهوزني عن المقدام الكندي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك دينا أو ضيعة فإلي، ومن ترك مالا فلورثته، وأنا مولى من لا مولى له، أرث ماله وأفك عانه، والخال مولى من لا مولى له، يرث ماله ويفك عانه. قال أبو داود الضيعة معناه عيال. قال أبو داود رواه الزبيدي عن راشد بن سعد عن ابن عائذ عن المقدام، ورواه معاوية بن صالح عن راشد قال سمعت المقدام رضي الله عنه. نعم، هذا في معنى الحديث الذي تقدم.
لكن فيه زيادة، وهو قوله عليه الصلاة والسلام عن الخال إنه يرث ولكنه أيضا يتحمل، يفك العاني القريب العاني ويعقل عنه، يعني لو ترتبت عليه دية، لو ترتبت عليه دية القتل الخطأ يتحملها معه هذا الخال، يتحملها هذا الخال ومن معه. فهذا فيه زيادة أن الخال كما أنه يرث في الحديث المتقدم، في هذا الحديث أيضا هو يتحمل الغرم، يتحمل تبعة القتل العمد، يعقل عنه. يعني فيما لو ترتبت على الإنسان دية القتل الخطأ، دية القتل الخطأ هذه على العاقلة في الشريعة الإسلامية، إذا الإنسان قتل غيره عمدا فإنه هو الذي يتحمل، لكن لو قتله خطأ دهسه أو رمى شيئا، رمى طائرا وهو يظن أنه طائر فتبين أنه إنسان فقتله، هذا خطأ، خطأ القصد، خطأ القصد، فهذا لا يهدر في الإسلام، لا يهدر في الإسلام، لكن من باب التعاون والتناصر بين الأقرباء يتحمله العصبات، فإن لم يوجد العصبات هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام الخال يرث والخال يعقل أيضا، يتحمل هذا العقل. هذا جريا على القاعدة الشرعية المعروفة الغرم أو الغنم بالغرم، يعني كما أنه يرث ويستفيد أيضا هو في بعض الأحوال إذا ترتب غرم على مورثه هذا أو على قريبه هذا هو يتحمل عنه. وهذه قاعدة عادلة أن الإنسان يأخذ ويعطي أيضا، أن الإنسان كما يأخذ ويستفيد من الميراث هو أيضا يدفع في بعض الأحوال لنصرة قريبه، لدفع بعض ما يجب عليه، وهذا هو العقل، هذا هو العقل. نعم. قال حدثنا عبد السلام بن عتيق الدمشقي قال أخبرنا محمد بن المبارك قال أخبرنا إسماعيل بن عياش عن يزيد بن حجر عن صالح بن يحيى بن المقدام عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا وارث من لا وارث له، أفك عانيه وأرث ماله، والخال وارث من لا وارث له، يفك عانيه ويرث ماله. نعم، هذا تأكيد أيضا، حديث النبي عليه الصلاة والسلام هذا تأكيد، قال أنا وارث من لا وارث له، هذا كما يصدق على شخص النبي عليه الصلاة والسلام يصدق على كل ولي أمر للمسلمين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما قال ذلك بحكم ولايته أمر المسلمين، فهو يرث من لا وارث له، وهذه تغطية لكل الأحوال المحتملة، إنسان قد يموت ويكون له ورثة، يموت وله عصبات، يموت وله ذو رحم، لكن إذا لم يكن له ذلك أين تذهب تركته وأين تذهب المسؤوليات المتعلقة به؟ هذه تعود إلى ولي أمر المسلمين، وهذه تتمثل في بيت مال المسلمين، لأن ولي الأمر المسلمين لا يحملها في ماله الخاص وإنما يحملها باعتباره هو المسؤول عن بيت مال المسلمين، فهو يتحمل عنه إذا كان عليه تبعات، ويرث ماله، يعني ماله هذا يذهب إلى أين؟ يذهب إلى بيت مال المسلمين إذا لم يكن له وارث من الأصناف الثلاثة المتقدمة. والخال أيضا تأكيد لما تقدم، يرث ويفك العاني ويعقل عنه، يعني يدفع الدية عنه. نعم.
حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى قال أخبرنا شعبة وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا وكيع بن الجراح عن سفيان جميعا عن ابن الأصبهاني عن مجاهد بن وردان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن مولى للنبي صلى الله عليه وسلم مات وترك شيئا ولم يدع ولدا ولا حميما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوا ميراثه رجلا من أهل قريته. قال أبو داود وحديث سفيان أتم. وقال مسدد قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا أحد من أهل أرضه. قالوا نعم. قال فأعطوه ميراثه. نعم، هذا الحديث ليس معارضا لما تقدم من قوله عليه الصلاة والسلام أنا ولي من لا ولي له وأنا وارث من لا وارث له. في هذا الحديث هذا المولى عتيق للنبي عليه السلام، مات ولم يترك ولدا ولا حميما يعني ولا قريبا، ما ترك، ليس له ولد وليس له أقارب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أعطوا ميراثه لأهل قريته، يعني أقرب الناس له من يعرفه ممن كان معهم. هذا لا يعارض ما تقدم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما قال ذلك هنا أن هذا من باب الصدقة عنه، هذا من النبي عليه الصلاة والسلام من باب الصدقة عن هذا الميت، لأنه ليس له أحد، فإذا دفع ميراثه وهو شيء قليل، إذا دفع لأهل قريته إذا دفع لهم تذكروه، وهذا فيه سبب لأن يدعوا له وأن يذكروه بالخير، لكنه الأصل أنه يكون لبيت مال المسلمين إذا لم يكن له وارث. فالنبي عليه الصلاة والسلام بحكم ولايته هنا أمر أن يعطى ميراثه لأحد من أهل قريته من الناس الذين حوله، وهذا يعني أنهم ليسوا من أقاربه، لأنهم لو كانوا أقاربه لاستحقوا ميراثه، لكنهم هنا لا يستحقونه إلا بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه جعل ذلك من باب الصدقة، من باب الصدقة عن هذا المتوفى. نعم. قال حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي قال أخبرنا المحاربي عن جبريل بن أحمر عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال إن عندي ميراث رجل من الأزد ولست أجد أزديا أدفعه إليه. قال فاذهب فالتمس أزديا حولا. قال فأتاه بعد الحول فقال يا رسول الله لم أجد أزديا أدفعه إليه. قال فانطلق فانظر أول خزاعي تلقاه فادفعه إليه. فلما ولى قال علي الرجل فلما جاءه قال انظر كبرى خزاعة فادفعه إليه. نعم، هذه أيضا من الأحداث التي وقعت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. هذا رجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده وديعة لرجل من الأزد، ومات الأزدي والمال في يد هذا الرجل، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله يقول يا رسول الله إن فلانا مات وهو أزدي ولم أجد أحدا من الأزدي أدفع ماله إليه. وهذا لا يعني أن قبيلة الأزد قد انتهت، قبيلة الأزد قبيلة كبيرة جدا، والأزد هؤلاء يعني أزد اليمن وأزد عمان، وهؤلاء الأزد الذين في الشام الذين يعني كانوا مع الغساسنة وغيرهم،
هؤلاء كلهم من الأزد، فقبيلة الأزد والأنصار والمهاجرون من الأزد أيضا. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما قال له ذلك لأنه لا يوجد على ظهر الأرض أزدي، بل لأنه لا يوجد قريب له يرثه بفرض مقدر وليس عصبة له، إنما هؤلاء من قبيلة الأزد، فما وجد في مكانه الذي هو فيه أحدا من قبيلة الأزد حتى يدفع إليه ميراثه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره أن ينتظر حولا، يعني سنة كاملة، يبحث عن أزدي، إذا وجد أحدا من قبيلة الأزد فهؤلاء كلهم ينتسبون إلى أب واحد يدفعه إليه. فعاد إليه بعد السنة وأخبره أنه لم يجد أزديا، ما وجد أحدا من الأزد في المكان الذي هو فيه حتى يدفع إليه هذا المال. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يلتمس أحدا من خزاعة، قبيلة خزاعة هذه لها تاريخ، قبيلة خزاعة هي من الأزد ولكنهم انفصلوا عن قبيلتهم ولذلك انخزعوا يقولون، فسموا خزاعة. هذه القبيلة هي التي وجدت في مكة هنا وكان لها حلف مع قريش وصاهروهم وكانوا ممن أسلم ودخل في دين الله مع النبي عليه الصلاة والسلام، هؤلاء خزاعة هم من الأزد. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له التمس خزاعيا فادفعه إليه، فولى الرجل، ذهب يريد أن يبحث عن رجل من خزاعة ليدفع إليه هذا الميراث، فناداه النبي عليه الصلاة والسلام مرة أخرى وقال علي به، فجيء به إليه، قال عليك بكبر خزاعة، يعني أكبر من تجده من قبيلة خزاعة. لماذا؟ هذا في حقيقته ربما يفهم منه أنه أن هذا من باب توقير الكبير، احترام الكبير وتقديمه، وهذا معنى مقبول، لكن الكبير هو الأقرب إلى الجد الأعلى. يعني إذا وجد مجموعة من الناس ينتسبون إلى أب واحد ووجد فيهم أكبرهم سنا هذا الأقرب إلى الجد الأعلى، فلذلك هو الأولى، هو الأولى من أن يأخذ هذا الميراث شخص آخر أنزل منه أو أصغر منه. فقال عليك بكبر خزاعة، ابحث عن أكبر خزاعة فادفعه إليه. وهذا دليل على أن الإرث بالتعصيب هذا أيضا معتبر مقرر كما تقدم، ولكن يمكن أن يعطى حتى للعصبة البعيدة، إذا لم توجد عصبة قريبة فإنه يعطى حتى للعصبة البعيدة، لأن هؤلاء كلهم العصبات كلهم ينتسبون إلى أب واحد. قد يقول قائل لماذا لم يقل له النبي عليه الصلاة والسلام ادفعه إلى الأوس، ادفعه إلى الخزرج وهم من الأزد؟ لأنه ربما كان هذا الرجل في مكان لا يوجد فيه إلا هؤلاء، فخزاعة جزء من الأزد، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يدفعه إلى رجل من خزاعة، ثم ثنى عليه بأن قال له ادفعه إلى أكبرهم، عليك بكبر خزاعة أكبرهم سنا فادفعه إليه، وهذا يندرج تحت باب الإرث بالتعصيب. نعم. قال حدثنا الحسين بن أسود العجلي أخبرنا يحيى يعني ابن آدم قال حدثنا شريك عن جبريل بن أحمر أبي بكر عن ابن بريدة عن أبيه قال مات رجل من خزاعة فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بميراثه فقال التمسوا له وارثا أو ذا رحم، فلم يجدوا له وارثا ولا ذا رحم،
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوه الكبير من خزاعة. قال يحيى: قد سمعته مرة يقول في هذا الحديث: انظروا أكبر رجل من خزاعة. يعني هذا تأكيد للمعنى المتقدم، أنه إذا لم يوجد له قريب وارث بالفرض، ولم يوجد له عصبة قريب، فإنه يعطى لأكبر عصبة من ينتسب إليهم، يعطى لأكبر عصبة من ينتسب إليهم، كما مر في الحديث المتقدم من قوله عليه الصلاة والسلام: عليك بكبر خزاعة. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أمر أن يدفع هذا الميراث الذي ليس للمتوفى فيه وارث بالفرض ولا وارث بالتعصيب قريب، أمره أن يدفعه لأكبر قبيلة خزاعة. وهذا كما قلنا إن الأكبر هو الأقرب إلى الجد الأعلى الذي تنتسب إليه القبيلة. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، أخبرنا حماد قال: أنبأنا عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا مات ولم يدع وارثا إلا غلاما له كان أعتقه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل له أحد؟ قالوا: لا، إلا غلاما له كان أعتقه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثه له. نعم، هذه ليست قاعدة عامة كما تقدم معنا. المولى لا يرث ممن أعتقه، لكن المعتق المولي هو الذي يرث إذا مات عتيقه هذا، لكن المولى لا يرث، لا يرث المولى من تركة من أعتقه. وصنيع النبي عليه الصلاة والسلام هنا هو كما تقدم في الحديث الذي مر معنا قبل قليل، النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال: اعطوا ميراثه لأهل قريته، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر هنا أن يعطى ميراث هذا الرجل لعتيقه الذي اعتقه. هذا العتيق لا يستحق من التركة شيئا، لا بالفرض ولا بالتعصيب، هو ليس من أهل الفروض ولا من أهل العصبات ولا من ذوي الرحم. وعندما توفي هذا الرجل وليس له قريب وارث لا بالفرض ولا بالتعصيب وليس له ذو رحم، النبي عليه الصلاة والسلام سأل: هل له أحد؟ قالوا: له عتيق مولى. قال: ادفعوا تركته له. هذا من باب الصدقة ومن باب المواساة، من باب المواساة ومن باب الصدقة، لكنه ليس من باب الميراث، ليس من باب الميراث. وهذا من تصرف الإمام، إذا رأى الإمام إمام المسلمين في هذا مصلحة فله أن يفعل ذلك، وله أن يعطي أحدا من بيت أي أحد من بيت المال ما نصيبا زائدا عن نصيبه في بيت المال، إذا كان قد رأى أن له حاجة أو أن هذا يقوم له بمصلحة معينة. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يتصرف مثل هذه التصرفات، كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام في جمل جابر ابن عبد الله ابن حرام رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، كان شابا وكان مع النبي عليه الصلاة والسلام وهم راجعون من سفر، فكان معه جمل مع جابر، جمل معيا يعني لا يستطيع أن يلحق بالركب، فمر به النبي عليه الصلاة والسلام فضربه بعصاه، النبي عليه الصلاة والسلام ضرب هذا الجمل بعصاه فانطلق هذا الجمل وأصبح في مقدمة الركب، وهذا من بركة النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن الحكمة ليست في هذا، الحكمة أن النبي عليه الصلاة والسلام لحق به وقال: أتبيعني جملك؟ النبي عليه الصلاة والسلام سأله: أتبيعني جملك؟
جابر ما عنده إلا هذا الجمل المتعب الذي لا يصلح لشيء، لكنه فرضي جابر بعد مفاوضة فاشتراه النبي عليه الصلاة والسلام بثمن معين، ثمن مرتفع، فاشترط جابر على النبي عليه الصلاة والسلام، اشترط جابر رضي الله تعالى عنه على النبي عليه الصلاة والسلام أن يركب الجمل إلى المدينة ويسلمه له في المدينة. فلما وصل إلى المدينة جابر رضي الله تعالى عنه جاء في صبيحة اليوم التالي إلى النبي عليه الصلاة والسلام يريد ثمن الجمل، يريد أن يتخلص من هذا الجمل، وهذا الثمن الذي دفعه النبي عليه الصلاة والسلام ثمن كبير. فنادى النبي عليه الصلاة والسلام بلالا وأمره أن ينقد جابرا ثمن جمله الذي اتفق مع النبي عليه الصلاة والسلام عليه. فلما نقده الثمن، استلم الثمن، قال هذا جملكم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أتظن أننا نأخذ جملك؟ خذ جملك وخذ الثمن. فهذا الثمن جابر أخذه دون بقية المسلمين، النبي عليه الصلاة والسلام ما وزع على المسلمين أعطيات كما أعطى جابر، لكنه نظر إلى خصوصية معينة في هذا الصحابي جابر، شاب توفي أبوه، قتل أبوه يوم أحد، وترك له 7 أخوات، محتاج وليس عنده شيء، فالنبي عليه الصلاة والسلام اختصه بهذه العطية. كذلك هنا النبي عليه الصلاة والسلام اختص هذا المولى، اختصه بهذه التركة، مع أن هذه التركة الأصل فيها أنها تكون لبيت مال المسلمين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا وارث من لا وارث له. فالمولى هذا ليس وارثا ولا قريبا لمن أعتقه، لكنه استحق هذا بمواساة النبي عليه الصلاة والسلام وتصدقه عليه، قال أعطوه له. ويبدو أن هذا ربما كان هذا الميراث أيضا شيئا يسيرا. نعم. باب ميراث ابن الملاعنة. حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا محمد بن حرب قال حدثني عمر بن رؤبة التغلبي عن عبد الواحد بن عبد الله النصري عن واثلة بن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة تحرز 3 مواريث: عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه. نعم، هذا عنوان له المصنف رحمه الله بميراث الملاعنة. الملاعنة مفاعلة، يعني شيء فيه مشاركة، حدث يحدث بالاشتراك من طرفين. واللعان حكم شرعي، اللعان حكم شرعي ثبت في كتاب الله الكريم في سورة النور، عندما يتهم الزوج زوجه بالزنا وليست عنده بينة، ما عنده بينة، لو كان عنده بينة انتهى الأمر، لكن ما عنده بينة، ماذا يصنع؟ شرعت لهم الملاعنة. والمرأة ما اعترفت، لو اعترفت المرأة بالزنا أو كان هنالك بينة انتهى الأمر، لكن المرأة لم تعترف وليست هنالك بينة تشهد بالزنا، الموجود ما هو؟ اتهام الزوج لها. هذا هو ما ورد في كتاب الله الكريم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب. يعني هي تستطيع، هي إما أن تعترف بعد هذا أو أنها تدفع عن نفسها، تدفع عن نفسها بملاعنة أيضا هي، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. طيب، إذا حلف هو وحلفت هي انتهت العلاقة الزوجية الآن،
ما بقيت بينهما علاقة زوجية، انتهت، فصلت بهذه المرأة، وتحرم عليه، ما يمكن بعد ذلك أن يتزوج بها، حرمة مؤبدة. لكن إذا كان في بطنها حمل أو كانت قد ولدت لتوها فلاعن الزوج وقال هذا الولد ليس مني، ما مصير هذا الولد؟ هذا الولد هل يقتل؟ هل يدفن؟ هل يرمى للسباع؟ لا، هذا نفس محترمة يعيش هذا الولد، ولا يسمى ابن زنا، ومن قذفه أو اتهمه فإن عليه العقوبة. إنسان محترم. طيب ينسب إلى من؟ أبوه تبرأ منه، أو المفترض أن يكون أبا له، أن يكون أبوه، أن يكون هذا الإنسان أباه، تبرأ منه، ينسب إلى من؟ ينسب إلى أمه، هذا ابن الملاعنة ينسب إلى أمه، يقال ابن فلانة، فلان ابن خديجة، ابن رحمة، ابن صالحة، ابن من يكون من النساء، ينسب إلى أمه. طيب المرأة، إذا المرأة في الإسلام ترث، والمرأة في الإسلام تملك، والمرأة في الإسلام لها حقوق. الذين يزعمون ويتبجحون أن المرأة مهتضمة في هذا الدين وأنها لا تملك وأنها محتقرة وأنها لا ترث، هؤلاء ضلال، إما أنهم لم يفقهوا ولم يعلموا، أو أنهم يتقولون على دين الله سبحانه وتعالى ويخالفون الواقع. المرأة ترث، النبي عليه الصلاة والسلام قال المرأة تحرز ثلاثة مواريث، هنا تحرز ثلاثة مواريث، إذا أعتقت عتيقا عبدا أعتقته فمات هذا العتيق ترث من قريبها هي، وترث من عتيقها هذا، إذا مات العتيق وليس له من يرثه فإنها ترثه، وترث ابنها الملاعن، ابنها الملاعن ترثه، وترث لقيطها. كيف ترث لقيطها؟ اللقيط هو هذا المفقود، طفل موجود رمي به، إما لأنه خشية العار والفضيحة، المرأة التي حملت به حملت به سفاحا فبعد أن ولدته رمته، أو أنه خشية الجوع وخشية الفاقة وعدم القدرة على الإنفاق. في بعض الأحيان بعض الناس لا يجدون سبيلا إلا أن يتخلصوا من أولادهم. المهم أن هذا لقيط وجدته المرأة فالتقطته، لقيط فعيل بمعنى مفعول يعني ملتقط، أخذته وربته، ثم صار له مال ثم مات ولا يوجد له قريب وارث. يقول تحرز المرأة هذه المواريث الثلاثة، ميراث من؟ ميراث عبدها الذي اعتقته ومات وله مال وليس له من يرثه، هي ترثه. الإرث بالولاء آخر أبواب الإرث، لأن هذا الولاء آخر أبواب الإرث، إذا لم يوجد عصبة، إذا لم يوجد صاحب فرض ولا عصبة ولا ذو رحم، بعد ذلك يوجد والزوج يرث لأن له فرض، لكن إذا لم يوجد، يوجد ووجدت العصبة، هذه العصوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه فيرث بسببها. فالمرأة إذا كانت كذلك فإنها ترث بهذه العصوبة، عصوبة الولاء. واللقيط هذا هو الإشكال، اللقيط هذا لا ينتسب إلى المرأة، فكيف ترثه؟ كيف ترثه وهو ليس ابنا لها وليس قريبا لها؟ وجدته هكذا في الطريق فأخذته وربته ثم صار له مال ثم مات، فهي ترثه على أي أساس؟ هذا من باب
الصدقة أيضا، ومن باب الإحسان أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل لها ذلك إحسانا إليها مقابلة لإحسانها الذي قامت به تجاه هذا الطفل حتى ربته وحتى كبر عندها. ربما يشبهه البعض باللقطة. اللقطة ما هي اللقطة؟ المال الذي ضاع من صاحبه، هذه هي اللقطة، وجدت في الطريق، وجد هذا المال في الطريق، فالذي يلتقطه هذا يجب عليه أن يعرفه لأهله لصاحبه، يعرفه في غير مكة، في غير مكة يعرفه حولا كاملا في مجامع الناس، في الأماكن التي يظن أنه يوجد فيها صاحب هذا المال الضائع إلى آخره. إذا لم يجده يتملكه تملكا مضمونا، معنى أنه يكون هو الأحق به، لكن لو جاء صاحبه بعد ذلك في أي يوم من الأيام بعد 10 سنين وقال أنا في يوم من الأيام فقدت مالا هذه صفته في المكان الفلاني، وإذا بهذه الصفة تنطبق على هذا المال الذي أخذه هذا الذي التقطه فإنه يدفعه له، فإن جاء صاحبه كما في الحديث يوما من الدهر فادفعه إليه، فادفعه إليه، هذه اللقطة. لكن هل هذا لقطة؟ لا، لأن الحر لا يد لأحد عليه، بنو آدم ليسوا كالبقية الأموال كالمتاع لا، فلذلك كونها ترث هذا من باب الإحسان إليها مقابلة للإحسان بالإحسان، كما يقول الله تبارك وتعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. الصنف الثالث ما هو؟ ابنها، ابن الملاعنة، ابن الملاعنة، هذا لا حرج فيه لأنه يتمشى مع ما تقدم، هذا هي صاحبة فرض أمه، هذه أمه أليس كذلك؟ بلى هي أمه، وهو ينسب إليها، فإذا مات ترثه هي، هو لا يعرف له أقارب، فهي ترثه، ترثه أمه بحكم النسب الذي بينه وبينها. إذن ميراث المرأة من عتيقها وميراثها من ابنها الذي لعنت عليه هذا لا حرج فيه، واضح. لكن الكلام في اللقيط هذا إرثها من باب الإحسان إليها، من باب الإحسان إليها مقابلة لإحسانها بالإحسان. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا سواء السبيل، إنه على كل شيء قدير.